كتير مع الشيخ سيد طنطاوي في امور كثيره جدا، غفر لنا وغفر الله لنا، لكني اتفقت معه في تعريفه لقضيه البنوك والربا. المساله في البنوك مساله، اولا انت قلت حته مهمه جدا استاذ محسن، ان الفتوى شخصيه، ما فيش فتوى عامه. يعني ايام ما بدات البنوك الاسلاميه وما الاسلاميه وكذا، اللي قفل مصنعه وخد الفلوس حطها في بنك اسلامي حرام، لانه قفل بيوت. الارمله اللي ملهاش عمل وحطت فلوسها في بنك غير اسلامي حلال. واصل لكم؟ نفس الفعل. شوف عندهم 8 سنين من سياسه ماشي على تقديم، ما عنديش غيرها. احنا الاحكام بقى ايه؟ العكس، القرض من البنك لو له احتياج بنسبه تتعدى ال 50%، توكل على الله وخده واسال الله السداد، لان انا ما شفتش حد خد قرض من البنك وسلم. لو بكبر مشروعي ده يعتبر ضرر من درجات الضروره تقاس بمقياسها عندك انت. ما انا بكبر انا مش هقدر اقول لك، جايز انا كمحاسب زميلك اقول لك لا وانت بتقول اه. يعني الضروره عندك انت، الضروره عندك انت. انا ميسور، رجل اعمال ميسور، مش واخد قرض عشان اقتات منه، لا عشان اكبر اكتر من كده. انت حر، انت اللي تقيس، انت اللي تقول مش انا. هل عمليه البنك دي تدخل تحت معنى الربا، ولا الربا له معنى اخر؟ الربا له معنى اخر. وخد بالك انا هقول لك على حاجه بس افهموها. انا عايز امحي من امريكا، انا دوله بقى مشيت على كلام الجهاديين، هحرم البنوك وهقفل، وعايز امحي من امريكا، وطارق بيه هو وزير التموين او وزير الاقتصاد، هياخد شويه فلوس على الارض ويطلع امريكا يجيب البلد. لما تقول لامريكا انا عايز امحي هتقول لك ايه؟ بنك تو بنك. انت ما عندكش بنك، اللي ما عندوش ما يلزموش. فالحياه فرضت علينا حته البنوك. هل البنوك كلها حلال؟ لا. هل البنوك كلها حرام؟ لا. البنك الاسلامي حلال 100%؟ لا. البنك الغير اسلامي حلال 100%؟ لا. ايه الاجابه دي؟ ان كل مساله تقدر عند صاحبها بقدرها، وهو مسؤول قبل المفتي، يعني حتى قبل اللي بيفتي. ليه؟ انا بفتيك على حسب السؤال، انما انت ساعات زين السؤال، مش انت يعني السائل يزين السؤال، يصلح السؤال، وانا بجاوب. يستنطق المفتي. ايوه انا يعني اياميها كان بيقابلنا ناس في الشارع يقول لك ايه؟ ازيك شيخ؟ مسلم عليك، اهلا وسهلا. عايز اسالك سؤال بس ارجوك ركز معايا، اتفضل يا سيدي. انا بسالك في فوائد البنوك، انا سالت الشيخ فلان وقال لي حلال، وسالت الشيخ فلان وقال لي حلال، وانا شايف ان احد. طب خلاص انت جاي ليه؟ تسالني ما تجيبش تروح حلال حلال. هو بيسالك ليه؟ عشان يقول ان فلان كمان قال لي حلال. يا عم اعرض حكايتك وسيبني انا اقول. انت سالت الشيخ فلان قال لي اه، طب خلاص اسالني انا ليه؟ يقول لي ايه؟ انا سالت الشيخ الشعراوي قال لي حلال. طب انا هقول بعد الشعراوي؟ الشعراوي اعلم مني خلاص. لكن تسال بقى الشيخ الشعراوي، انت قلت حلال في اللي. يقول لك لا. يبقى اللي بيسال عايز ايه؟ عايز الاجابه دي. حكايه البنوك بالذات شائكه جدا. يعني هقول لك على حاجه ما حدش يعرفها كتير. البنوك شركه كله هو بيشاركني. لو حضرتك انا لو خسرت هو هيتحمل معايا؟ لا مش هيتحمل معايا. ده انا هقول لك حاجه اصعب، ما حدش واخد باله منها خالص. هو البنك شخصي مش يا شخص. جماعه ركزوا ركزوا في اللي انا هقوله. السفاره الامريكيه والالمانيه والفرنسيه واي دوله في اوروبا او امريكا، وانت جاي بتاخد التاشيره بتاعتها، بيبقى عايز ان ليك حساب في بنك يعني وعندك رصيد. لو جبت لهم بنك اسلامي ما بيديكش، ودي حته ما حدش واخد باله منها، ما بيديكش الفيزا. وليس من حقك ان تسال لما لا؟ لماذا لا؟ لا هو بيقول لا او خلاص. يعني عايز اقول اوروبا وامريكا حتى الان لم تعترف بالبنوك الاسلاميه. فاحذروا هذه المساله، يعني خدوا بالكم لا تقصوا على الدوله وعلى انفسكم في مساله لا تقدم ولا تؤخر. في الدين لا تقدم ولا تؤخر.